على وقع مسلسل الحرائق التي باتت متكررة في العراق، أصاب سكان نينوى الهلع بعد نشوب النيران في غابات الموصل، الأمر الذي دفعهم إلى القيام بإطلاق حملات تطوعية لتنظيف أماكن الحرائق وزراعة الغابات. نحن اليوم موجودين بغابات الموصل، يوم 29 صار حريق بهذه الغابات، وللأسف احترقت كمية كبيرة. حسب مدير الدفاع المدني، المساحة اللي احترقت وهي تتقدر ب 45 دونم إلى 50 دونم، هذه المساحة احترقت هي كبيرة جدا. دورنا ضروري يكون كمتطوعين بمدينة الموصل دور بهذا المجال بزراعة الأشجار وتهيئة التربة. اليوم فريق التعامل مع الكوارث اللي هو يضم عدة فرق تطوعية وكذلك مؤسسات مجتمع مدني من مدينة الموصل بدأ العمل فعليا داخل المساحة اللي تضررت في غابات الموصل اللي هي أكثر من 50 دونم. الموصل بسكانها ومؤسساتها التطوعية ساهمت بالتبرع من أجل إحياء غابات المدينة التي سبق وأن تعرضت لحرائق عديدة أدت إلى خسارة أعداد كبيرة من أشجارها التي تعد الرئة والمتنفس الوحيد في المدينة. احنا اليوم شفنا ردة فعل شعبية من المجتمع الموصلي بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل خاص، وتفاعل بشكل كلش كبير مع هذه الحملة، بحيث اليوم احنا اجتنا تبرعات من أشخاص هم دخلهم محدود اصلا. مع بدايه احتراق هذه المساحات يعني سارع الاهالي بتقديم يد المساعده لاعاده ما تم حرقه في هذه المنطقه. هي مساع تطوعيه من السكان والمنظمات تحاول جاهده اعاده الحياه الى غابات الموصل التي تشكو الاهمال الحكومي المتوارث، حالها كحال المساحات الخضراء التي بدات تنقرض في العراق بعد عام 2003، ولا سيما في محافظه نينوى التي تعد غابه الحضارات.